اخوان بالنسبه للي سالوني عن جراء الجيرمان اللي هو بلاك والجيرمان لونج هير، اذا جواز الذكر جيرمان لونج هير لانثى جيرمان بلاك شو بيطلع الجراو؟ الجراو بتطلع كالاتي، هذول ثلاث جراو لصاحب لي نصحته يجوز لونج هير مع بلاك. هسه بفرجيكم شو بيطلع. طبعا هم اثنين جيرمان جيرمان اصلي. سكر الباب، ركزوا معي منيح. هذول عمرهم تقريبا شهرين وشوي. هذا ابوه جيرمان اصلي لونج هير، بيجي كثيف الشعر، ركزوا. شايفين؟ زي ابوه جاي. بس بعضه في البنطلون. وين؟ مجنونات هذول. المهم هذا الجيرمان لونج هير طالع زي ابوه. ابوه لونج هير عادي. شايفين؟ مش اسود اسود، عادي لونج هير عادي، هاي بتحط في البنطلون. وهاي تعالي طلعوا، هاي امها بلاك زيها بالضبط، ركزوا كيف. تعالي شايفين كيف سودا؟ هاي جاي على امها انثى بلاك، في شوية بني لكن هيك زي امها بالضبط، سودا سودا بس تيجي شعر عادي. هذا بيجي ذكر كثيف الشعر زي ابوه، هاي جاي زي امها. بس يلا هذا الجرو الثالث ذكر اجا زي امه بلاك، يعني بلاك عادي جيرمان بلاك اسود. وهذا زي ما قلت لكم اجا ذكر زي ابوه لونج هير. اثنين اصليات الام والابو جيرمان شبرد، واحدة بلاك واحدة لونج هير. فاشي طبيعي يعطي اشي بلاك واشي بلاك شعر قصير واشي شعر كثيف الشعر اللي هو زي هذا. خلاص خلاص جننتيني انت، بتعضعد في البنطلون. خلاص جراو بدهم يلعبوا. ما انا عارف. هاي فرصة افرجيكم الجراو. هذول كانوا عند صاحبي اللي ذكروا احلى. بس 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 تعطوش البنطلون، لسه الكيت شريت البنطلون. المهم هذول ذكر جيرمان بلاك، الذكر جيرمان اسف لونج هير كثيف الشعر، ذكر جيرمان اصلي، والام سودا عادي شعر قصير بلاك. شايفين؟ زوجهم اثنين لبعض فطلع اشي منهم كثيف الشعر زي ما انتم شايفين، ببين هو صغير زي الابو، واثنين طلعوا زي الام شعر قصير، واحد طلع شعر طويل زي ما انتم شايفين. هذا هيك طلع. تعال هاي سودا سودا، شايفين بلاك حلو، هذا كثيف الشعر، هذول هيك بيطلعوا الجرو. استني تعال، هاي طلعوا ايديها اجريها سوادها نفس امها جاي، هذا جاي زي ابوه اللي هو كثيف الشعر. طب بدي احط ولا دي لعبه ترى خالص مسعود. شاطرين شاطرين شاطرين. خالص لك البنطلون البنطلون ارجوك. هاي الزريعه اثنين جيرمان، لكن اللي بفرق لونج هير وعادي. تعال ايه نحن عضني هذا، مش متعود علي انا، لا بس بيعرفني شوي. كيف حلو عضني؟ تعال